الوقت بيجري، بس لازم نسألكم لو محددين طبعا مخططين الفرح امتى ان شاء الله. تاله بقى. ايوه والله احنا ان شاء الله هنكتب كتابنا في اسرع وقت، ويعني ممكن نأجل الفرح ده شويه، مثلا ممكن يبقى في على وقت الصيف كده او حاجه، بس يعني بيتهيألي هنكتب كتابنا في خلال، يعني ممكن بعد العيد الصغير ده مثلا. ممكن حلو ممكن قوي. يبقى كده. يعني الاجراءات، انت عارف حد مصري يتجوز حد اجنبي ده بيبقى ليها اجراءات كده معينه، فاول ما نخلصها على طول ان شاء الله هنكتب الكتاب على طول. و تخيلي ده اعلان حصري، انتوا اول مره تتكلموا في ده اول يعني، مره نقول فحصريا الحته على دي يعني. قناه النادي الاهلي، في الاهلي في رمضان ان شاء الله كاتب الكتاب بعد العيد بفتره صغيره. باذن حلو الله يا جدا، رب ربنا يسعدكم زي ما انتوا بتسعدونا بجد والله. سعداء جدا بوجودكم معانا، الوقت هنكتب بس بيجري. زي ما اتفقنا زغروطه او اغنيه، اختار انت. يا اللي انتوا عايزينه. لا يو تشوز كمان يعني. اختاري يا زغروطه يا اغنيه. انا رايي زغروطه لا وخلاص. لا يعني لا إيه؟ لا انت بتوشوشي ليه؟ ما عشان الجمهور كله سامعني. على فكره في مايكات مايكات في 80 مليون واحد سامعين. انا زغروطه حلوه. او اغنيه. لا اغنيه نغنيها سوا. هو عايز اغنيه. يلا في خلاص خليها اغنيه من الاهلي. يلا اغنيه للاهلي. اغنيه من الاهلي. يلا يلا التايم هيخلص. التايم هيخلص. ماشي يلا. اهلا ويانا بصيك بقى. اهلا ويانا والفخر ليا.